السلام عليكم، وعدنا معكم من جديد في انطباعات انمي فيلن ساغا، الحلقه السادسه. طبعا احنا صورنا لايف رياكشن لهذه الحلقه، المفروض انها نزلت قبل هذه الحلقه، فتشيك عليها يا في تعجب هني او في مربع لوس او في نهايه الحلقه، او ادخل على قناه لايف رياكشن شوف اللي يريحك يا صاحبي. يمكن ماجد ينسى يضيف هذه، طبيعي كالعاده يلزقها في راسي. بتشوفون ده، أنا بنزل حلقة مرة ثانية. خلينا نروح حلقة دائمة. على كل اللي خلونا نبدأ. أنا صراحة بتشوفون لو شفت اللايف ريكشن من بداية الحلقة فجعت، صدمت، أصبت بخيبة أمل وإحباط لو شفت إن توربين انضم معاه. بس السفينة. طبعًا ما جم متقبل فكرة إنك أنت تعيش مع عدوك وتقوى عشان تقتله. مش مؤمن بهالمبدأ. مؤمن فيه. بس ما توقعت إن توربين بيسويه. أدي إنه موجود. هو حد الموقف. أنت توربين. حد الموقف. أنا عارف إنه حد، بس ما كنت متوقعه. حدت الظروف. حدت الظروف في سلمه. حد الواقع المر. أي والله عظيم. وافق طريقة إنك تدرس عدوك فيها. هو اقنعوني في اللايف ريكشن، قالوا يعني لو جلس ذيك القريه ما بقى اكل، كان بيموت يعني. ما عنده صغير، ما عنده شيء بالحاله، ما يدبر نفسه. العكس، انا اشوف وجهه نظر شخصيه، يعني بعيدا ان هذا وسخ اللي هو أشرد. يعني عشان اصير قوي لازم اكون مع شخص قوي، يعني علمني كيف. يعني شوف، ممكن اضيف نقطه اضافيه، لكن مراقبتي لاسلوب قتاله بتخليني اعرف شنو نقاط ضعفه. مو بس هذه، هذه واحده منهم. نعم. بس الاهم بالنسبه له، انا اشوف وجهه نظر الشخصيه، عشان تكون يعني تشوف شلون معاملات اشرد له كذا، قاعد يعامله انه محارب، ما قاعد يعامله انه طفل. ترى يمكن هذا اول واحد يعامله هذه المعامله، كل كان يعامله بقريه انه طفل وانه ما يستحق، وانه ما يستحق. الوحيد اللي عامله كمقاتل هو اشرد، عشان كذا هو يعني دخل معه في المجموعه. ترى يعني اخر علاقتي معك بتنقطع اذا انت حبيت اشرد. هذا اقول لك ما له دخل. اشرد من الاخر في نوع من التعاطف بسبب ابوك انت يا توربين من التعاطف. كمل ما عاطفية، هذه منطقية. انت عايش مشكلتك يا اخي مع الواحد يقول راي عن شخصية بكل حيادية ومنطقية. يعني احنا نكره الشخصية، نكرهها صح ولا لا؟ نكيد قادر واصل كذا، بس يا اخي قادر حلو، لكن اعجاب بيك انت يا ثورفين، انت عارف ان يا ثورفين نفسه اعجابك فيه معي انت، خليه يسوي الشيء هذا. حتى نصحه كذا مره ينصحه، وخاصه بالحلقه هذه شفناه كذا مره يرضى ينصحه. بس قاعد يعامل علينا رجال ترى. اي طريقه رجال ينصحه، مو طريقه اطفال. بابا خاصه رجال تخاف بعدين يمحونك بعدين ما نستفيد منك. لا، عطابك الرجال. شوف الخوافين جن حرب من الاخر. كوني اني انا اب وعشت مع رات تورس، هم متقبلين فاهمين خوف الأب على ابنه. أنا أكلمكم كمشاعر أبوية، تمنعك من أنك تخلي ولدك يخاطر. يعني أكيد. أنا مثلا أمس في جمعة العيد، ما لو نسألها شاطحة، ولدي كان بيتعلم سباحة بيسبح في العميق، وأنا خايف عليه ما بيسبح في العميق. أقول له خلك في الجهة العديد. فهل هذا يعني أني أنا أب سيء أو معلم؟ لا هي العلة وش يعني أني أنا لست ما أصلح كمدرب لأبني. أيوة، هذا اللي كنا نقوله في انطباع المباشر. أبو ثورفين أنا عارف ما هي ولده، مو حق حروب، حق مجتمع سليم ومجتمع سالم. الله ما هي حق الشيء هذا، لأن الحروب لكن الظروف حدت الشيء هذا. بسم الله لك. يعني هو نفسه ثورفين أول ما دخل، وننتقل حاليا للمشهد الجديد، أول ما دخل إنجلند كل الأحداث صارت، وبدأت الأحداث فعلا من هجوم الملك الجديد لإنجلترا الأبلة على المستوطنة اللي أخذوها الدنمارك. طبعاً اللي مو عارف في قصة الفايكينجز من قبل، إن الفايكينجز بعد ما يعني غزوا إنجلترا كذا، هذا اتفاق مع أحد ملوك إنجلترا إنه خلاص هذه يعني إحنا الجزئية ذي لنا، إحنا يعني نزرع فيها. الفايكينجز يعرف شنو. إيه بالضبط. إحنا الجزئية هذه لنا نزرع فيها، لأن الأراضي اللي عندهم هم طبعاً عندهم مزارعين كويسين، بس الأراضي اللي عندهم ما تساعد بالزراعة مثل الإنجليز. فأرسلوا بعض المزارعين أو الناس اللي عندهم عشان يعيشون في المستوطنة هذا. شو سوى ملك إنجلترا؟ قال ذبحوهم. يعني لأن طبعاً للمعلومية هذي لو يعتبرون عندهم إله اللي هو جيسوس وزي كذا، هذا الإنجليزي مسيحيين، وهذولك عندهم أودين ثورس وآلهة. ما أدري ثور هذول هي هؤلاء يعني ثور وكذا. أودين وثور، فهذول يشوفون ذيلا كل واحد منهم يشوف إنه كافر كذا بالنسبة للنجاة نظرهم. بس يعني قالتها في الحلقة دي المرة اللي اعتنت ثور، فين قالتها إنه
الملك السابق كان ذكي ورحب بالدنماركيين تحالف تعايش معاهم إيه تحالف معاهم تعايش معاهم وكانت أمور طيب. الملك الجديد ده غبي أشعل الحرب طبعا حتى يعني حتى اللي جاوا حق تورس خلت العزة تبلث إيه حتى اللي جاوا حق تورس اللي هو يومو هذيلي ترى على فكرة من مش من الدنمارك من مقاطعة منطقة اسمها يوزهامبرغ من ألمانيا بالأساس بس في ذاك الوقت ما كانت تسمى ألمانيا كانت تسمى شيء ثاني. فزبد إن هم مستعدوا تورس وقاعدين يجهزون جيشهم استعدادا للحرب هذا يعني بيدلنا ملك الدنمارك هيستأجرهم كجيش نظامي وبيدخلون. ولكن في الوقت الحالي ملك الدنمارك إيش قاعد يسوي؟ قاعد يهد المرتزقة القراصنة يعني بدأ ما أضحف جنودي الرسميين اللي أنا يعني مدربهم ومنفق عليهم مدرعهم سلحهم أدفع حق ذا مبلغ مال اللي زهيد يروحون يوضوا الطريق أم ماتوا أقرح ما همني ما همني بالضبط يعني وهم اللي هي قراصنة وهم عايشين على ذا الشيء إنهم يأكلون ويذبحون ويريدين بعطيك 50,000 طيب واللي في غريلة كنت حلال عليك بس اللهم يفضل الطريق روح. أيوة. هذا اللي كان يتفاوض عليه طبعا إيش ردوا مع القائد اللي كان موجود وقتها قال له ذاك القائد كان من الجيش الرسمي كان من الجيش الرسمي فقال له يعني بدأ أنت تضيحي بجنودك أنا جنودي بيموتون عادي إيش بضرك أنت قراصنة كل على قال له إيه زي كذا إحنا قراصنة مرتزقة بنقوم لك بالشغل واللي بيموت جنودي مو بجنودك انت ربحان بس همك انت عندي 100 جندي قال له وقال مستعد اروح هذا انا قلت من عندي بس شوف الامان اول ما نزل كان طفل يعني شفت حتى يوم جاء هذا خاف اول مره بعدين اعطاه اشر الدرس في وقتها على فكره قال له يعني ضعيف يموت في ضعيف يموت في المعركه فانت بتقعد خاف مع انك طول الوقت هناك يوم انك كنت في ارضك ابى اروح وياك ابوي انا كبرت ناف وحين جاي اول مع القاول مقابله تبعت العافيه مرجع شاف جثث ميت ادوش يعني فعلا يعني كلمه حق تنقال مع اللي اكره الاعتراف بهذا الشيء اشير رده اللي انقذه في البدايه لا اخيرا نقل حديد ده محامي من الاخر يعني انا ما احب اعترف بهذا الشيء مو لا تعترف بس هذه حقيقه خلاص انتم من فيها هذه ريحه شيء منطقيه سويت فيك كذا شلون شارب انت يعني منطقيه المهم او الزبده في الموضوع من اول معركه خاضها ثورفين رغم انه في المره الاولى احتاج مساعده المره الثانيه على طول العدو الثاني قدر يقتله بالكامل بقوته الفردية بطعنات توحش أساسا مع أول جثة قتلها لاحظت أنه صرخ صارخة يعني صرخ صارخة خلاص أنه يعني هنا استيقظ الوحش الذي أيوة داخل. هنا تحول من الطفل إلى مقاتل ترى خلاص من أول ما صرخ هنا حرفيا صار فايكينج وتوالك الكاتب تايم سكيب 6 سنوات كاملة بطل من عام 1002 اللي أريدي بدأ فيه الملك الترجوم لاحظ ترى غسين نقطة مهمة في الهجوم لا تنسون طراقة الأخت الملك أخت ملك الدنمارك كانت موجودة في المستوطنة هذه ما أدري هو يدري ولا ما يدري من قتلوها فخلص ملك الدنمارك حاقد هو من الفايكينز الدنمارك كان فايكينز وكان حاقدين وجايين يبون الدم يبون الانتقام فكان ولك عم تقتل أختنا ولك بالضبط هذا المبدأ فجاي 6 سنوات كاملة والقراصنة ذي قاعدين يذبحون يقتلون في القرى الإنجليزية والجنود الإنجليزيين تهيئا للغزو الكبير طبعا اللي ملاحظ أو يمكن ما انتبه ترى حتى مع مرور الوقت ومعنا 6 سنوات معهم إلا أنه لسه كان يعني بعيد عنهم بعيد ما دخلوا يهم إيه ولسه يعني كاره لهم ولسه مو يعني مش مندمج معهم هم يشوفون أنه لسه طفل وقاعد يعاملون على أنه طفل يعني أنه صغير لسه ما عشان ماشي. عبدو قاعد يستغله إيه قاعد يستغله وهم يشوفون يعني أنا ترى يعني ما يعني إحنا زي ما تقول نستفيد منك بس ولا بها منه الطفل وقت ما أنا أبغى بنذبحك بنذبحك هذا أو مت ما مت مت يعني حتى المهمة ذي اللي أرسلها فيها عشان ردك مستكشف مع أنه قال ليش أنت مرسلني إيه قال إذا تبي راح ولا ما راح تنتقم مني يعني إيه لما أنا كنت يذكر بالعهد القديم أو الوعد تبي اللي أنا ما فهمته وتوقع أنه يمكن بسبب خطأ في الترجمة لأن في الحلقة اللي طافت كان يقول له فلتصبح محارب عظيم يعني مو في الجيش محارب عظيم معنا في القراصنة يعني هو طلب منه ينضم معهم أنا ما انتبهت أنه طلب ينضم معهم خليك محارب عظيم عشان بعدين بعطيك فرصة أنك تتنازل تاخذ نزال لأنه قال لك كون اسم لك كون يعني قوة لك خاصة يعني قوم نفسك بنفسك لأن أنت مين الحين ما عندك قوة ما عندك سمعة ما عندك مالك اسم أي مالك اسم مالك شيء يميزك ف ليش أغاتلك أنا ليش أضيع وقتي عليك أساسا لا أكلمك حتى انت منو طبعا ارسلها في مهمه استكشافيه ولا خاف عليه
ولا كان ترى يعد من احد الجنود اللي عنده. ليش طب اختاره بالذات من بين البقيه؟ لانه طفل، لانه طفل ما راح يشك فيه، ما راح يشكون فيه. مع ذلك شكوا فيه واكتشفوا الجنود، قتل الاثنين وجا سهم من ثالث واطلقوا على الكلاب وقتل الكلاب، وفي الاخير اغمي عليه على ضفه النهر. وظهرت الشخصيه الجديده اللي هي هذه الام مع بنتها البريطانيين اللي تكلمت عن ملك انجلترا الحالي الغبي، وكيف انها هي طيبه وهمها يعني انها ترضي انقذوه المسيح، وانقذوه طبعا واكلوه وشربوه كل حاجه، وكان ما يتكلم معهم في البدايه. طلع في ما يفهم كلامهم، قال طلع في قم البنت قالت اكل شوي كذا، قام يحك راسه طلع كذا قام والله حلقه يعني جد جد فيها لقطات، فيها برود، فيها شوي حماس، فيها تطور، لكن عجبني صراحه، عجبني صراحه يعني التسريع في الاحداث اللي تطور من نفس الخوينا ثورفين نفسه، او ثورفين نفسه. هذه حركه جدا حلوه، قليل يتقنونها في الانميات، عجبتني صراحه جدا جدا. هني استديو البطل على هالشيء، كيف الاسلوب قتاله تغير، صار قاتل بخنجرين بدل ما هو خنجر واحد، كيف شلون حركات السريعه والقويه والضربات. مرعب والله طفل. اي يعني انت جاي تشوف طفل كذا قدام ها ها بازمكم كل سهوله، فاجئ تشوف شلخك قطعك بعد وقت سوك شاورما. والانقلاب في القصه انه يوم عاملت الام هذه بالطيب ذكرت بامه واخته، لان حاليا امه واخته في تلك القريه عايشين نفس المعاناه، ما عندهم رجال بالبيت قاعدين كذا يحلبون ويرعون الغنم ويسوون كل شيء، ف موقف مع ذلك جدا. يعني حمت الجدي يوم جل جندي قدامه وكان يقدر يقتل جندي، يقدر يقتلها برضه، بس يعني هي ما كانت تبي قاتل، ما ينسى العيش يبان فيه. يعني هو اساسا نبهها قالها بلغتهم بالبريطاني، باللغة البريطانية او الانجليزية البريطانية، قال لهم اهربي. هي ما عندت عندت تروح تشوف شو اللي سوى، هو مش راح يسوي السيجنال حق ربعه ذاك كينجز عشان يرسون على الشاطئ، يعني هذا المكان المناسب للرسول. هي مصدومة، قلت لا مستحيل، جات شفت ذبح اثنين وباقي الثالث، ذبح ثلاثة وباقي الرابع، باقي ذبح الرابع، فمصدومة هي حالي يعني. وذبحها قدام صغير هذا اللي تو ماكل معاه، بس انه ترى يعني بكت عليه، بكت عليه يوم شافتها قتل، عرفت انه مر في ظروف. هذا كلمة، هذا اقوى كلمة قالت الام يوم البنت كانت تقول لها انا ايش درانا في هذا من الدنمارك، خلي ولي، قال ما صار قرصان اذا فعلا قرصان الا لانه من حدث الظروف، فهي كانت عارفة ان الظروف حدثت، بس ما توقعت حدثت لها الدرجة يعني. فهي ما تدريش اللي صار، قتلوا ابوه قدامه. لو عندك اللي يوصل لحال خلاص اسكت، اقدر ما لا خلاص. فهي بكت عليهم يعني، مو بس انها عاطفيا، لا خلاص ايش صار في البزر يعني، اكثر من انه يكون بهذا الوضع، شو اللي حد الطفل هذا انه يحارب بهالعمر بهذه الحرب ويصير عنيف لهالدرجه. يعني الحرب معروفه فيها رجال كبار، ما فيها بزران، ما فيها اطفال، لكن انا قلبي تورس. بس صراحة هذا شيء من ذاك الأسد، بعد تدريب بسيط وخبرة ومهارة بسيطة أصبح محارب مرعب، ولسه في عمر 15 سنة حاليا. ليش صبروا بس، عمره 8 سنوات عطوه، بس يوصل 18 بتزينه 8 زائد 6 كم 14، لسه عمره 14 سنة، عطوه بس يوصل 18 وحش، يصير وحش بعطيه 15 يلا. لا 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 18 كان 19 عشان عشان 18 يا ابن الحلال ايش فيك انت، خلاص 19 يلا. لا عشان خطا الشيء اسمح الله ما تدري 18 انا اروح على 18 يمكن يكون في درس اسطوري وطلع له. يمكن اول ما رسوا الفايكنجز على الشاطئ كلهم قالوا اوه هذه القريه يعني مناسبه جدا للاكل وكذا، وفي يعني صيد كثير بشر يقصد يقتلونهم وياخذون يسرقون من الفلوس. هم قصدهم غسل بشر، قصدهم يعني القريه فيها خيرات، منها بيحصلون لحم ذهب يعني تعرف مرتزقه يدورون عند شغلات اصلا حرب وش اسمه وغيرها ايه كلمه لطفت حمود الله يجزاك اسرع حرب نعم هذا اللي يبونهم. ف يعني تقريبا تورفين بالنسبه لهم قام بالمهمه المطلوبه منه، قالوا لا يا مول وصلوا جود جاب جريت جاب تورفين كذا، بس هو كان مغبوش ايه هو مغبوش العجوز ترى ايه بالضبط ايه. يعني بعد النظر هو يعني ما همش اللي قاعد يصير، ايه تضارب مشاعر، ما يهمش اللي قاعد يصير في الدنماركي في الانجليز، وما همنا ذي اللي قاعدين يسرقون ويقتلون، اللي هم الانتقام لأبوه. بس هذه أول مرة يكون موجود أحد قاعد يقتلونه سوى معاي الصنيع معروف يعني يذكر، ولا ودي إنه يموت ولا ودي. وكان مخمول يقول أنا قلت له شربي ليش ما هربته؟ أرجاب لهجاتكم بعد، مو لهجاتكم لغاتكم، إيش إيش الحركة؟ بعضكم ما انتبه كيف الحين تفهم ذا ذا يفهم على ذي، ترى ما كانوا يفهمون بعض نهائيا. حتى اللي راح تبع
فايكنجز ترى ما كان فيهم عذاب بالضبط بالضبط لان اثلستون انا صراحه إن سعيد اني رجعت كملت فايكنجز للاخير على اساس اني فهمت كل شيء حاليا صار هنا انمي مسلسل فايكنجز صار تمهيد لانمي لان الانمي هي حقبة بعد ايه بعد طبيعي بعد فيوضح لك بعض الامور اللي يمكن ممكن ما انت فاهمها اكيد anyway تقريبا يعني يمكن هذا اللي صار حلقه بس بلا حلقه تاسيس تغير الشخصيه تايم سكيب تدريب ظهور اسلوب القتال الجديد كل هذه الامور مهمه جدا للحلقات القادمه بس اتوقع برضو يصير في تايم سكيب ثاني ما اظن يوصل 18 اتوقع القصه بتبدا 15 انا 16 انا صراحه اوافقه او لا غير هي غير اوافقه اظن في تايم سكيب ثاني بيصير بعدين مو الحين يعني بعد حلقتين اربع لا اكثر لا بيجيبون لك الا مره سنه وصار عمره 15 خلاص صار رجل كبير هاسكب اوكي خلاص بنشوف احنا شو اللي بيصير في الحلقات القادمه للامانه بس انا اشوف انه بيصير يعني الين 18 انا كذا احس 18 ما ادري عمر مقبول انا احس 15 على العموم كذا نصير وصلنا لنهايه الانطباع لهذه الحلقه ما كان في احداث كثيره تستحق فعلا تحليل ولا يعني كلها كانت هي مشاعر اكثر من كونها بالضبط بس يعني زي ما قلت لكم اهم شيء تغير وحشيه او زياده وحشيه الشخصيه كيف اصبح وحش كاسر وسيصير اسدا لا يشق له غبار ودائما نقول هذا الشبل من ذاك الاسد نعم 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 تورفين صارف تورس بعد ما كرهتك بديت احبك مره اخرى لا تخيب ظني بك بليز جنبت كذا كنا وصلنا لنهاية الانطباع فينا قولوا معي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تنسونا اشتركوا القناة واللايك الشير ونشوفكم على خير.